بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم من جديد في هذه التغطيه المستمره على قناه المحور وحكايه شعب، وتغطيه لاهم الاحداث الجاريه. هذا الحدث الجلل، الحدث الهام، 30 يونيو 2013، خروج الملايين في الميادين، ميادين مصر المختلفة، معارضين ومؤيدين لنظام الرئيس محمد مرسي، مصريين شرفاء أحرار خرجوا في تظاهرات سلمية آمنة يقولوا رأيهم، يستغلوا نتاج الثورة العظيمة، ثورة 25 يناير خير استغلال في أن يعبروا عن آرائهم. هذه هي الديمقراطية التي يعني جاءت بها ثورة 25 يناير العظيمة. لكن مصر كلها حط أيديها على قلبها وتقول يا رب يا رب احمي كل ولادي اللي خرجوا الشوارع وميادين مصر بكل أطيافهم يقولوا كلمتهم، يا رب احمي سلميتهم وافضح اي عابس او مندس او مغرد يحاول خدش سلمية المظاهرات او يحاول تحولها الى صدام دموي عنيف بين ابناء الوطن الواحد. وانا عاوز اقول ان الموجودين كلهم في شوارع مصر النهاردة مواطنين مصريين شرفاء، واذا سالت نقطة دم فالدم واحد ولون الدم واحد والوجع واحد. وعاوز اقول ان الحفاظ على سلمية وحضارية المظاهرات هي مسؤولية الجميع، وأرجوكم ما تسمحوش لحد يستغل المظاهرات أو يسيء لحق التعبير السلمي عن الرأي. مصالح مصر الحيوية ومبانيها ومنشأتها ملك لكل المصريين، وأي محاولة للتخويف أو العبث هتضرب أعز ما نملك بلدنا، وأي دم هيسال هيضرب أغلى ما نملك وحدتنا ومصريتنا. أرجوكم وأرجوكم ما تسمحوش للشائعات تدمر البلد. دلوقتي بنسمع في كل لحظة إشاعة وإشاعات تتناول أسماء شخصيات ومسؤولين وقرارات وإجراءات واجتماعات سرية وشقق وأسلحة وذخيرة، والشائعات أخطر سلاح في هذه اللحظات العصيبة. الشائعة ممكن تقتل إنسان وممكن تضيع بلد، وبلدنا محتاجة من كل ولادها إلى الانتباه والحذر، ومحتاجة أن يكون الجميع في قمة اليقظة. مش عايزين نكرر مآسي عشناها قبل كده. ولادنا اللي موجودين في الشوارع أمانة في رقبة الجميع، حياتهم أمانة ودمهم حرام. دم المصري حرام، دم المصري حرام. ربنا يحمي مصر ويحفظها من كل سوء. ونبدأ فقرتنا في هذه المتابعة الإخبارية وحكاية شعب. رئاسة الجمهورية عقدت من ساعتين تقريبا أول مؤتمر صحفي بعد وصول المسيرات الحاشدة لمحيط قصر الاتحادية، وقال السفير إيهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الدولة لن تتهاون مع أي شكل من أشكال العنف أو الخروج عن القانون. معنا على التليفون الأستاذ الدكتور أستاذنا الكبير المحترم دكتور عبد الغفار شوك، رئيس حزب التحالف الشعبي. مساء الخير يا فندم. أهلا بسيادتك دكتور، ازي صحتك؟ الله يخليك. حضرتك شايف ازاي المؤتمر الصحفي النهاردة اللي عقد من قبل رئاسة الجمهورية دكتور؟ انا كنت ارجو انه يعني المؤتمر الصحفي ده يعني لا يعقد، لانه ما قالش حاجه، ولانه رد الفعل اقل بكتير جدا من الحدث يا دكتور عمرو. نعم. حضرتك شايف على شاشات التلفزيون الشعب المصري في كل مدن مصر، مش في القاهره ولا في اسكندريه ولا بورسعيد، وانما في المدن الصغرى ايضا، والشعب له مطلب واحد. هذا المطلب نحن ننتظر من السيد رئيس الجمهوريه ردا عليه. اما عندما يعني يخرج المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ويعقد مؤتمر صحفي ويقول أن الرئيس حريص على عدم العنف، المتظاهرون أنفسهم منذ أسبوع وهم يؤكدون أنهم حريصون على سلمية المظاهرات، لأنهم يعلمون أن انتصار إرادة الشعب رهن بالسلمية، لا أحد يريد العنف. وأيضا الجماعات المؤيدة للرئيس عندما التزمت رابعة العدوية فهي أيضا تتجنب العنف، والمتظاهرون الذين يريدون من الرئيس أن يقبل انتخابات رئاسية مبكرة لم يتوجهوا إلى ربع العدوية. إذن نحن أمام اتفاق ضمني بين كافة القوى السياسية بمختلف مواقفها حول نبذ العنف وتجنب العنف، لأنه ده هو اللي يضر بمصر. فأنا ما كنتش متوقع أن المتحدث الرسمي يعقد مؤتمر خصيصا عشان يقول إحنا مش عاوزين العنف، كنت أتوقع رد فعل أكبر من كده. وأنا أعتقد أن اللي موجود في الشوارع يستحق من السيد الرئيس بيانا يضع فيه النقاط على الرأي. ممكن اعرف حضرتك كنت يعني يمكن المتحدث اتكلم على الدعوه للحوار مع المعارضه، عايز اعرف توقعات السياسي الكبير الدكتور عبد الغفار شكر ايه من رئاسه الجمهوريه في ظل هذا المشهد الذي نراه على شاشات التلفزيون الان. الحقيقه يا دكتور عمرو ان لا احد من القوى السياسيه يملك الان انه يتكلم باسم الشعب. اي حد فيهم هيقبل ان يدخل في تفاوض
أقل من المطلب الشعبي سوف ينتهي مصر، يعني سوف ينتهي مستقبله السياسي. ما يجري الآن يا دكتور عمرو ليس من صنع جبهة الإنقاذ، ولا يملك أي حزب سياسي أن يدعي أو يزعم أنه له الإدارة أو القيادة فيه. دي إرادة شعب ينبغي أن يستمع إليها ويستجاب لها هي دون أي وسيط، لأنه لا يملك أي نحن جميعا أسرى هذا الوضع الآن. نحن لا نستطيع أن ندخل في أي تفاوضات أو أي أحداث قبل أن يعني يستجاب لهذا الشعب. كنت عايز أعرض على سيادتك، يعني منذ قليل صدر بيان الثورة رقم 1 الصادر عن جبهة الإنقاذ. البيان بيقول: باسم الشعب المصري بكل طوائفه تعلن جبهة الإنقاذ الوطني تصديق الجماهير على سقوط نظام محمد مرسي وجماعة الإخوان، إن الشعب المصري مستمر في استكمال ثورته وسوف يفرض إرادته التي وضحت بجلاء في جميع ميادين تحرير مصر، كما أن جبهة الإنقاذ على ثقة بأن الشعب المصري سيحمي ثورته حتى يتم الانتقال السلمي للسلطة، وتهيب بجميع القوى الثورية وجميع المواطنين أن يستمروا في البقاء السلمي في جميع الميادين والشوارع والقرى ونجوع البلاد، والامتناع عن التعامل مع الحكومة الإخوانية الساقطة حتى سقوط آخر معاقل هذا التنظيم المستبد. عاشت مصر حرة. عايز تعقيب من سيادتك على هذا البيان الصادر عن جبهة الإنقاذ؟ أنا رأيي أن الجملة الأخيرة ملهاش مجال، حكاية هذا التنظيم الساقط، لأنه الإخوان المسلمين قوة سياسية موجودة في مصر من حقها أن تواصل وجودها حتى بعد انتهاء سلطة الإخوان المسلمين أو بعد قبول الرئيس انتخابات رئاسية مبكرة. الإخوان المسلمين قوة سياسية موجودة في مصر وستظل موجودة، ومن حقها شأنها شأن أي قوة سياسية أخرى أن تواصل نشاطها في الإطار الذي ينظمه القانون، وليس من حق أحد أن يقول أنها هيئة ساقطة أو أنها تسقط بقاياها وكده، لأن ده يعني لا يستقيم مع الروح الديمقراطية. شكرا جزيلا للسياسي الكبير دكتور عبد الغفار شكرا، رئيس حزب التحالف الشعبي. ايضا معنا على التليفون الاستاذ ياسر محرز المتحدث الرسمي باسم حزب الحريه والعداله. دكتور ياسر اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا دكتور. اهلا بيك. عايز اعرف تعليق حضرتك ايه على المؤتمر الصحفي اللي عقد النهارده من قبل رئاسه الجمهوريه يا فندم؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه الموضوع دلوقتي محتاج الى تغلب صوت العقل، لأن الحشود وثقافة الحشد والحشد المقابل الحقيقة لا تؤدي إلى النتائج المرجوة. يعني مفروض أن توظف هذه المطالب في شكل إطاري من الحوار المنظم بين مؤسسة الرئاسة وكل القوى الفاعلة على الأرض للخروج بخارطة طريق واضحة من هذا المشهد الذي نراه. وبالتالي فأنا شايف أن تهدئة الشارع وتحويل الحركة اللي موجودة حاليا سواء من المؤيدين للشرعية أو من المعارضين إلى أطر وإلى خريطة طريق فعلية نعمل عليها جميعا بعيدا عن المصالح العصبية وإعلاء للمصلحة الوطنية العليا. وأنا عايز أقول لحضرتك أن عندنا قاعدة ممكن ننطلق منها جميعا تمثلت في خطاب الرئيس الجمهورية الأخير، وهو تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية ولجنة لتعديل بعض مواد الدستور المختلف عليها. مفروض ان احنا نسارع باخذ خطوات عمليه في هذا الاتجاه، يستشعر بها الشعب ان هناك خطوات ملموسه على ارض الواقع، ويتم التجاوب مع الطلبات المشروعه التي يرفعها جزء من الشعب المصري في اطار من الديمقراطيه والطريق الامن الحقيقه. لان احنا عندنا اشكاليه كبيره يا دكتور دلوقتي، ان احنا عندنا ثقافه الاحتشاد هي اللي بتسود. صحيح ان مؤيدي الشرعيه قالوا على نفسهم ان هم يتجمعوا جميعا في منطقه واحده وهي ربع العدويه حتى لا يكون هناك نقاط تماس او احتكاك مع متظاهري المعارضه، وهذا امر يحسب لهم، ولكن ليس معنى هذا انهم ليس لهم مؤيدين في محافظات مصر وما غيرها. وبالتالي فانا دلوقتي عندي حاله من الانقسام في الشارع المصري، ما نعرفش مين مع الشرعيه ولا مين ضدها. تمرد قالت ارقام وتجرد ردت عليها بارقام، وبالتالي سيجب جميعا. طيب دكتور ياسر، حضرتك بتشوف ايه اللي المفروض تعمله الرئاسه في هذه الاوقات تحديدا؟ اولا حقيقه انا شايف ان الرئاسه قدمت خريطه طريق فعليه على القوى السياسيه ان تتعاطى معها، والا يعني تكون الحشود اللي احنا شايفينها امام شاشات التلفاز عائق او يعني نوع من المكايده والمعانده للمعارضه السياسيه، ان الموضوع خلاص والناس نزلت الشارع فانا اقعد ليه؟ الحقيقه الامر ده في منتهى الخطوره، لان في حشود من الطرفين
وآلية الحشد آلية غير مقاسة، وبالتالي فإن النتيجة لو جاءت في صف من الفريقين سيكون الفريق الآخر في حالة من الاحتقان الشديد، والله أعلم ردود الأفعال هتكون عاملة إزاي. طيب دكتور خليني أنتقل معك نقطة ثانية عن حقيقة أن بعض قيادات الإخوان تركوا البلاد، يعني استمعنا منذ قليل إلى بعض هذه الأخبار المتناثرة، حقيقة هذا الخبر إيه؟ خصوصا المحسوبين على مجلس الشورى او اعضاء البرلمان او اعضاء مجلس الشورى. لا يعني هو ده حضرتك يدخل في نطاق الحرب النفسيه، انا بكذب هذه الامور تماما. احنا موجودين بين ابناء شعبنا، حركه الاخوان المسلمين تمتد في المجتمع المصري لاكثر من 80 سنه، الناس عارفانا بالاسم والشكل، عايشين بين ابناء وطننا، مفيش حد سافر بره، مفيش حد، يعني كل هذه الامور دي ممكن نشوفها لو حد سارق، لو حد عمل حاجه بيلاحق قانونيا. انما جماعه الاخوان المسلمين جماعه موجوده بين ابناء الشعب المصري في كل الاحوال، يعني فانا بنفي تماما الاخبار اللي بتتناقل عن هذا الامر. تعقيبكم ايه يا فندم على البيان رقم واحد، بيان الثوره رقم واحد الصادر عن جبهه الانقاذ الوطني؟ الحقيقه دكتور انا لم اطلع عليه، لو حضرتك تقول لي ملخصه. انا لسه قاري من شويه، ممكن اقرا لسيادتك تاني. بيان الثوره رقم واحد باسم الشعب المصري بكل طوائفه تعلن جبهة الإنقاذ الوطني تصديق الجماهير على سقوط نظام محمد مرسي وجماعة الإخوان، إن الشعب المصري مستمر في استكمال ثورته وسوف يفرض إرادته التي وضحت بجلاء في جميع ميادين تحرير مصر، كما أن جبهة الإنقاذ على ثقة بأن الشعب المصري سيحمي ثورته حين حتى يتم الانتقال السلمي للسلطة، وتهيب بجميع القوى الثورية وجميع المواطنين أن يستمروا في البقاء السلمي في جميع ميادين وشوارع وقرى ونجوع البلاد، والامتناع عن التعامل مع الحكومة الإخوانية الساقطة حتى سقوط آخر معاقل هذا التنظيم المستبد. عاشت مصر حرة. والله يعني أنا بسمع هذا الخبر بضحك كثيرا، فيعني أنا عايز أقول حاجة، دائما كان هناك تعبير ركوب الثورة، دائما وأبدا كنا نسمع هذا الأمر. فأنا عايز أقوله بس إن الحركة حركة شعب وليست حركة جبهة الإنقاذ. جبهة الإنقاذ وقيادتها بعيدة كل البعد عن الشعب المصري، وبالتالي ما ينفعش إن أنا أقود هذا الأمر باسم الثورة المصرية والشعب المصري. هذا البيان مضلل، هذا البيان مضلل. ثواني يا فندم معايا بعد إذن حضرتك. عايز أخذ منك تعقيب عن خبر اشتعال النيران في مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقاطم يا فندم. طبعا هذا ده بياتي في سلسله من الحرائق المستمره اللي بتتم على مقرات الاخوان. احنا لدينا حتى الان 5 من الشهداء و480 جريح بين اصابه خطيره ومتوسطه. ده بياتي في اطار الحمله الممنهجه والمنظمه للعنف وللقتل والتخريب لشعه حاله من الفوضى في المجتمع المصري واذكاء روح الفتنه ودفع شباب الاخوان للرد بالعنف. نعم، شكرا للدكتور ياسر محرز المتحدث الرسمي باسم جماعه الاخوان المسلمين. نروح للتحرير، معنا من التحرير زميلتنا نيفين سليم. نيفين مساء الخير. مساء الخير دكتور. ايه اخبار الميدان دلوقتي ايه؟ وهل وصلت جميع المسيرات؟ نعم، ميدان التحرير الان لا توجد فيه موضع لقطر. التحرير فقط، ولكن كمان كانت منذ الصباح الباكر بالمتظاهرين، ولكن الان ايضا لا يوجد لها اي موضع لقطر. نعم. نيفين هنرجع لك تاني نتصل بك عشان الصوت بس مش واضح بعد اذنكم. طيب معانا الزميل الصحفي سعيد علي، صحفي بصحيفه المصري اليوم من امام ميدان رابعه العدويه. استاذ سعيد اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا دكتور عمرو. يعني صف لي الاجواء عندك في ميدان رابعه العدويه. يعني الاجواء هنا اليوم كلها مرقبه وترقب لما يحدث في ميدان التحرير وقصر الاتحاديه. ينقسم الفريقين هنا في رابعه العدويه ما بين قلق ومحتار على مستقبل الرئيس محمد مرسي، وما بين من هو متمسك ويستعد ويتاهب للمواجهه. في الحقيقه مع مرور الوقت تتزايد حشود الاخوان وتتزايد الاعداد قادمه من المحافظات. هل صحيح ان حصل انسحاب من بعض القيادات من ميدان رابعه العدويه؟ نعم. هل حصل صحيح فعلا خبر انسحاب بعض الشباب من ميدان رابعه العدويه؟ مش سامع كويس يا دكتور. هل صحيح ان بعض الشباب المحسوب على التيار الاسلامي انسحب من ميدان رابعه العدويه؟ هذا الخبر صحيح غير صحيح؟ يعني منشور. لا غير صحيح. بالمره لم ينسحب احد، الكل هنا. نعم. الكل هنا يستعد، الكل هنا يتدرب
الكل يحمل سلاحه هنا والساحات هنا أشبه بمعركة واستعدادات لحرب. وأود أن أنقل ليك كابتن عمرو إن هنا في فريق من العقلاء وأصحاب الحكمة يرون أن اليوم 30/6 الساعة اقتربت من العاشرة مساء ولم يقع قتيلا واحدا في ميادين مصر. هم يعتبروا ذلك مكسب كبير. الحمد لله. يعتبروا أن بمرور وقت طويل على هذا في هذا اليوم ولم يقع أي خسائر سوى بعض اقتحام لبعض المقرات فهذا مكسب، ويعتقدون أن الحج أمر طبيعي وحدث أيام الاحتقان قبل التصويت على الدستور وأيام الإعلان الدستوري، فيعتبرون أن هذا التوقيت ولم يقع أي شهيد إلى الآن فهذا مكسب الرئيس محمد مرسي وأنه بذلك يثبت أقدامه، ويعتبرون أن ذلك مكسب كبير. نعم، شكرا للزميل الصحفي سعيد علي الصحفي بصحيفة مصر اليوم. نروح تاني للزميل وليد عبد الرحمن الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط من أمام قصر الاتحادية. أستاذ وليد أهلا بيك. أستاذ وليد يعني صف للمشهد، يعني طبعا الصورة معبرة جدا بس صف للمشهد أمام الاتحادية. المشهد أمام الاتحادية تجمع كبير جدا المتظاهرين يبدأون الشارع أمام قصر الاتحادية بدءا من شارع المرغني من مدخل الشارع من ناحية شارع المرغني حتى منشية البكري وبن في شارع إبراهيم اللقاني عند أمام باب 4 لقصر الاتحادية بأكمله. الشارع مجال على آخره، مفيش مكان لقدم، هناك مشاركة من كبار السن قادمين على عكاكيز على كراسي متحركة للمعاقين، أطفال موجودين بكثرة، أعلام مصر أعلام الوحيدة المرفوعة، هناك اتفاق عام في المكان على ضرورة رحيل الرئيس محمد مرسي، لا يوجد أي اطروحات مختلفة أو مغايرة على هذا الطرح. لم يحدث ما وقف ضبط المكان حتى الآن. هناك طائرة هليكوبتر من تبع القوات المسلحة مرت فوق التظاهرة، لاقت تحية كبيرة من المتظاهرين وألهبت حماسية بشدة، وقاموا بتحياتها وهنيتات لمصر ولفريق السيسي. نعم، ممكن أعرف منك الشعارات اللي مرفوعة هناك أمام الاتحادية إيه؟ أغلب الشعارات المرفوعة هي ارحم ونفذ فوق الشعب، يسقط قتل الإخوان، وفي هتاف تكرر كثيرا انزل يا سيسي مرسي مش رئيسي. وده الهتاف الأكبر كان أثناء مرور الطائرة اللي كنت كما ذكرت حضرتك قبل. هل في دعوة للاعتصام يا أستاذ وليد عندك؟ تمام، أغلب المتواجدين هنا عازمين على الاعتصام والاستمرار حتى رحيل النظام، وهناك بعض اللافتات المرفوعة بهذا الشأن يعتصمون حتى رحيل النظام، والشعب يريد رحيل النظام. هل المسيرات اللي في ميدان التحرير بدأت تتوافد على الاتحادية؟ بالفعل هناك مسيرات حتى وصلت إلى الاتحادية من ميدان الساعة ومن أمام سيتي ستارز بجزيرة مصر، وأخرى تأتي الآن أو قادمة الآن من مسجد النور، وثالثة من أمام مسجد جمال عبد الناصر في قطب الجندل من أجل قطب الساعة. نعم، شكرا للاستاذ وليد عبد الرحمن الصحفي بوكالة انباء الشرق الاوسط. نروح لميدان التحرير مره ثانيه، معنا زميلتنا نيفين سليم. نيفين اهلا بك مره ثانيه. اهلا بك يا دكتور عمرو. هل تسمعني جيدا؟ سامعك دلوقتي كويس، اتفضلي. يعني زي ما كنت بقول لحضرتك ان الميدان حاليا امتلأ على اخره ولا يوجد فيه موضع للقدم، والشوارع المحيطه به كمان امتلأت على اخرها بالمتظاهرين، كلهم كانوا رافعين الاعلام المصريه ولا توجد اي اعلام لاحزاب او حركات سياسيه. المسيرات كلها ردا على سؤال حضرتك وصلت الى ميدان التحرير، وان كان غالبيه الرموز لم تاتي الى ميدان التحرير. علمنا ان استاذ حمدين صباحي اتى الى الميدان لكنه لم يعتلي المنصه ولم يلقي اي خطابات للمتظاهرين. كمان الالعاب الناريه بتشتعل بشكل كبير، منذ دقائق قليله الطائرات المراقبه الجويه كانت بتحلق في سماء الميدان على مستوى منخفض وقامت بإلقاء الأعلام المصرية على المتظاهرين، يعني تشجيعا منهم لهذا المتواجدين في الميدان. الأهالي في المنازل المطلة على ميدان التحرير كمان بيشجعوا المتظاهرين عن طريق إلقاء زجاجات المياه ورفع الأعلام المصرية. المنصة الرئيسية ما زالت تذيع الأغاني الوطنية، وبعض المتظاهرين الذين يعتلوها يؤكدون مرارا وتكرارا على سلمية المظاهرات
ويدعونا ان تكون بلا عنف في كل المحافظات وليس في مصر وحدها. مين اهم الرموز اللي موجودين عندك في ميدان التحرير يا نيفين؟ زي ما قلت لحضرتك انه ما فيش رموز جت هنا في يعني على على مستوى يعني طوائف المختلفه، يعني مثلا قيادات سابقه، يعني فنانين، مثقفين، سياسيين. لا يعني المسيرات اللي اتت الى ميدان التحرير كان فيها بعض الرموز، يعني مسيره مصطفى محمود كان يترأسها دكتور البرادعي، والاعلاميه بوشاينه كامل، والاعلاميه جميله اسماعيل. وعلمنا ان المسيره من نادي القضاء لدار القضاء كان يوجد بها المستشار احمد الزين، ومسيره نقابه التحرير كان بها دكتور ضياء رشوان، لكنهم كلهم لم ياتوا الى ميدان التحرير. لم يظهروا في ميدان. هل في مسيره كان يقودها وزير الداخليه السابق احمد جمال الدين؟ لا انا لم ارى هذه المسيره ولا لا اجزم بها. انتشر على بعض المواقع ان اللواء احمد جمال الدين وزير الداخليه السابق يقود مسيره الى ميدان التحرير، فهل لديك اي معلومات عن هذا الخبر؟ لا انا لم اراها، فبالتالي لا اريد ان اجزم بهذا الوضع. لكن الاشعارات الموجوده حاليا في ميدان التحرير بالاضافه الى ارحل والشعب يريد اسقاط النظام، هي اشعارات خاصه بالشهداء، لانهم المتظاهرين في الميدان وقفوا دقيقه حداد على ارواح الشهداء، وبالتالي على الهتاف مثل جيكا يا ولد، دمك بيحرر بلد، يا حسين يا ابو ضيف لسه مش لاقيين رغيف، يا شهيد نام وارتاح، احنا هنكمل اكتساح. ولما اتكلمت مع بعض المتواجدين هنا في الميدان لقيت ان في نيه للاعتصام حتى تتحقق مطالبهم من وجهه نظرهم. نعم. والدليل على ذلك او يمكن يعزز هذا الامر وجود منصه اخرى امام مجمع التحرير او مجله اخرى، قام المتظاهرين بوضع فانوس رمضان بشكل مجسم عليها في اشاره ربما الى ان ممكن يمتد اعتصامهم في الميدان حتى تتحقق مطالبهم اذا وصل شهر رمضان. طيب نيفين احنا هنرجع لك تاني ان شاء الله، هنشوف نشره احوال مصر وبعد امامنا الان بعض اللقطات للحريق الذي وقع منذ قليل والاعتداء على مقر جماعه الاخوان المسلمين في المقطم، والصور الفوتوغرافيه كما تبدو امام حضراتكم. ده كان منذ قليل. نطلع نشوف مصر حصل فيها النهارده، بعدها اذان العشاء ونعاود مره اخرى وحكايه شعب. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دعا جميع المصريين إلى ضبط النفس واجتناب العنف بكل أشكاله، مطالبا بضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن في هذا اليوم وتجنب أي أعمال تضر بتلك المصلحة. الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية طالب الأجهزة الأمنية وجميع المشاركين في التظاهرات بالتعهد أمام الله بالسلمية وضبط النفس وعدم الانجراف إلى العنف، وبذل الجهد من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. وزارة الأوقاف أكدت أن إزهاق النفس خط أحمر لا يجوز تجاوزه إلا في حدود القصاص، بل حتى القصاص لا يجب إزهاق النفس فيه إذا عفى ولي الدم، كما أن النصوص الإسلامية تؤكد أنه ليس هناك ذنب وجرم أعظم في الإسلام من إزهاق النفوس، فالدماء خط أحمر. الأنبا موسى أسقف الشباب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال: اليوم يوم سلام وأمان، نرفع قلوبنا لله أن يحمي مصر وشعبها من كل سوء. الرئيس محمد مرسي أصدر الحركة الدبلوماسية لسفراء مصر بالخارج والتي تضمنت ترشيح 43 سفيرا وقنصلا عاما لمصر بالخارج. تجنبا لزيادة الاحتجاجات نقل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أعماله اليوم إلى مقر هيئة الاستثمار بدلا من مجلس الوزراء. في إطار الإجراءات الأمنية التي تتخذها القوات المسلحة لتأمين التظاهرات، قامت القوات المسلحة بالتفتيش الأمني للسيارات على طريق مصر أسيوط الزراعي. وزارة الأوقاف المصرية أعلنت فتح أبواب جميع المساجد للمواطنين للاحتماء بها في حال وقوع أي اشتباكات خلال تظاهرات اليوم. المهندس وائل المعداوي وزير الطيران المدني أعلن أن جميع المطارات المصرية منتظمة في تسيير كافة رحلات السفر واستقبال رحلات الوصول، وتم تأمين كافة المطارات بخطط جاهزة للتنفيذ في حالة حدوث أي طارئ، وأن هذه الخطط ستحقق الانتظام في العمل وتوفر له كل سبل التأمين
على مدار اليوم والأيام القادمة. وزارة الكهرباء أعلنت حالة الطوارئ على مستوى شركات النقل والتوزيع ومحطات توليد الكهرباء، وخصصت غرفة عمليات مركزية لمتابعة الموقف الأمني والتشغيلي للشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية، وغرفة عمليات على مستوى الشركات والهيئات برئاسة رئيس كل شركة وهيئة على مدار 24 ساعة. عبر بوابة نصائح السفر، حذرت الخارجية الفرنسية رعاياها في مصر من الاقتراب من أماكن المظاهرات والتجمعات في جميع المحافظات على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. عشرات من موظفي مجمع التحرير غادروا المبنى وتركوا العمل بعد أن دعاهم المتظاهرون الذين اصطفوا أمام المبنى إلى الإضراب عن العمل والمشاركة في التظاهرات. حملة تمرد حذرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من رفع أي صورة لمبارك أو شفيق خلال مظاهرات اليوم، وقالت من يرفع صورة مبارك أو شفيق اليوم أو يحمل علما غير علم مصر يتم إلقاؤه خارج الميدان. 21 مؤسسة حقوقية أعلنت تدشين حملة دعم وحماية التظاهر السلمي، والتي سيتم من خلالها رصد فعاليات تظاهرات وفعاليات 30 يونيو لتوثيق الوقائع، وأي مخالفات أو أحداث عنف قد تحدث في هذا اليوم وما يليه من أيام. نيابة الأموال العامة قررت تأجيل نظر تجديد حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك في اتهامه بتلقي هدايا من مؤسسات صحفية للغد، نظرا لظروف الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد. محكمة الجنح الاقتصادية قضت ببراءة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة من تهمة احتكار الحديد. وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أن أزمة المواد البترولية شهدت انفراجة كبيرة بنسبة 80% في ظل انتظام ضخ كميات السولر والبنزين بمحطات الوقود.